في الفقرة دي هسألك كم سؤال بره الكورة وهتقولي إجابتك بحصل أو ما حصلش. أنا جاهز. ماشي. حصل إنك بعد ما دخلت النادي اتقالك أكيد إنك دخلت بسبب والدك. حصل؟ حصل مش حصل واحدة بس. فاكر حصل من مين؟ شخص بعينه؟ فاكر حصل من مين؟ حد يعني جه وجه لي كلام؟ لا كتير طبعا كتير في النادي نفسه. بعد ما بتتعامل خلاص مع الناس وبتشوفك الناس بتقف جنبك وبتتكلم عليك في دارك احسن ما في وشك كمان. لكن مثلا انا فاكر موقف احكيه بسرعه كده. كان واحد معنا في النادي مشي يعني الظروف ما سمحتش مشي فخلاص يعني ما تقيتش معانا وبتاع. فقابلته على باب النادي وعرفت منه الخبر والله على باب النادي يعني. فقلت له يعني ربنا يكرمه ان شاء الله شد حلو هو لعيب كويس وهيلعب في اي حته مستريح. قال لي يقول لي شد حيلك وانت بص انت انت مستقبل وانت كنت لسه صغير بقى 13 سنه ولا 14 سنه حاجه كده. فبيقول لي انت مستقبل وركز وربنا يكرمك وبتاع. تمام. تاني يوم لقيت طبعا لبس ان ابنه مشي بسبب انها ايه الواسطه والمحسوبيه على حساب حد تاني كان معانا في الفرقه مع انه ما كانش في حد يعني عليه جدل. فاهم قصدي؟ قال لك بدليل ان في مصطفى شوبير هو كان لسه بيتكلم معايا امبارح بيقول لي كذا. تاني يوم مقاله قد كده الناس طبعا عامله معاه حوار بيقول لك ان سبب المشان ان في واسطه جوه النادي وان مش عارف ايه بدليل مصطفى هو اللي بيقول اللي كان بيقول لي امبارح انت مش عارف ايه. فقيسي من ده كتير بقى بتحصل كتير. وفي واحد بدون ذكر اسمه يعني كلمني في التليفون هطلع هاجمني من قريب عشان روحت المنتخب الاولمبي. راح مكلمني في التليفون بعدها قال لي والله انا هاجمتك بس كده عشان كان عندي مشاكل مع والدك لكن لما اتفرجت على والله العظيم ده حصل. بص ليه كده ليه حصل والله العظيم وكان زياد صاحبي ده جنبي وفتحت السبيكر سمعته قال لي بص انا بس كنت بهاجمك عشان الكابتن كان في موقف كده وحش في شغلي عمله معايا فانا بس كنت بهاجمك عشان خاطر انا بس بكلمك عشان اقول لك ان انت لا جول كويس انا اتكلمت سالت عليك فلان وفلان اتفرجت عليك في الماتش انت جول كويس وشد حيلك وربنا يكرمك وبتاع. بتحصل بتحصل وفي ناس تفكيرها كده طبعا في ناس تفكيرها كده. فانا على فكره لما كلمني انا عايز اقول لك طبعا لو حد مكاني هيبقى مبسوط جدا من المكالمه انه رجع حقه وبتاع. انا كل اللي انا رديت عليه قلت له انا كنتش عارفه في الاول يعني قال لي انا فلان الفلاني قلت له مين فلان الفلاني لغايه ما جمعته فقال لي بص اسمعني راح قال لي بقى الكلمتين دول. فرديت عليه قلت له هو انت لو مستنيني افصل تمام انا الحمد لله بعرف افصل كويس جدا يعني بين لو حد عنده مشاكل مع والدي ولا تعاملي معايا بعرف افصل كويس جدا ده الطبيعي ده الطبيعي. فقلت له انت عايز نفصل طب انت ليه ما عملتش انت كده قال لي صح ما انا كنت غلطان وبتاع. قلت له انا بحب الناس اللي بتعترف بغلطها مكالمتك فوق دماغي السلام عليكم. بعت لي حتى بعد على الواتساب وما ردتش عليه يعني عشان الصراحه مش عايز ارد عليه. بتتضايق من الحاجات دي؟ بتضايق من المنافق يعني ان انا اقول الكلام عليك في وشك وارجع تاني في ظهرك اقول حاجه تانية. دي طبعا حاجه تضايق اي حد مش مصطفى بس عشان خاطر ده واحد صاحبه وقال عليه كذا وفاهم قصدي ايه. لان الموقف ده زي ما بقول لك ايه شوفي بقى في كام واحد بيحصل معاه كده يعني في كام واحد بيبقى صاحبي قاعد معاك على كرسي واحد ونخلص وتلاقيني ايه ده كذا وده كذا وتلاقيني بتكلم أكيد. عليك اكيد حاجه بتضايق طبعا وبتضايق اي حد مش بتضايقني انا بس. فبس في الاول وفي الاخر لما بيبقى حد فيه عشم ممكن تضايقني اكتر فاهمه يعني. لو انت صاحبي مثلا انا الحمد لله ما اعرفوش يعني بس هو لو صاحبي لا ممكن يبقى زعلها زياده فاهم قصدي ايه. لكن انا زعلت ان هو طلع في التلفزيون والله العظيم قال كده بالظبط. انا قعدت 10 سنين في النادي الاهلي اتفرجت عليه هو مش موهوب ولا هو حارس اصلا كويس وما اعرفش بيروح المنتخب على قاعد يقول كده. انا لدرجه ان انا شكيت في نفسي ان هو ايه لا ده جه شافني بجد وما اقتنعش بيا فاهم حاجه يعني حد بعت لي الفيديو يعني انا شفته أصلاً. فلما شفته مش تاثرت لا خالص والله انا بس افتكرت ايه خلاص عارفه انت اللي هو عارف انت لما انت انا مثلا انا شغاله مذيعه فممكن فلان يقتنع فلان ده الطبيعي ده حقك انت الطبيعي تقتنع ولا فقلت خلاص هو ممكن يكون ما اقتنعش فحق رايه. قال بيكلمني بعدها يقول لي الكلمتين دول فطب اقول عليك ايه انبسطت ان هو كلمك برضه لا انبسطت عارفه انت من جوايا كده اللي هو ايه يعني انت حقك رجع لك الحمد لله بس هو عمل ايه بقى اللي هو عارفه انت انا شتمتك بيقولوا ايه شتمتك في شارع وصلاحتك في حاره صح كده أيوة هو عمل أيوة. كده فقال لي ده انا قلت له انت وضربت لهم مثلا راح قال لي لا ده انا طلعت لايف على الفيسبوك وقلت له انا مش مستنيك تقول عليا حاجه يعني طالما انت واحد ده مبدأك ان انا اصل ده بتخانق معاه فاقوم داخل في ابنه يبقى انا مش مستني منك شكر كمان فاهم قصدي لان مبدأك انت ما عندكش مبدأ اصلا اتكلمت عليه كتير كفايه بس كده. بتروح ساعات تقول لباباك انا متضايق من الموقف ده او اتعامل ازاي هنا ولا بطلت بقى تقول الحاجات دي في الكوره ولا بره؟ لا في الحاجات اللي بتحصل دي يعني في موضوع ان هو بيربطه موضوعك بموضوع كابتن احمد لا شوبير. والله هو الحمد لله هو واثق فيا جدا واثق في تفكيري كويس قوي والحمد لله الواحد متربي كويس جدا 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 انه يعرف يرد على الناس دي ازاي. انا بقول لك انا متاكد لو حد تاني حصل معاه الموقف ده يا هيقول له يلا كذا ويقفل في وشه او كده لا بالعكس انا خدت وديت معاه في الكلام وقلت له زي ما بقول لك كده في الاخر قفلت. ف
فاه بتكلم طبعا باخد نصايحه، ده والدي، وبقول له مثلا حصل كذا كذا، في حاجات بتضحكه وحاجات لا زي اي حد يعني طبعًا. يعني في حاجات شبابيه مثلا مش محتاجه انا شايف اني اعرف اتعامل معاها، في مواقف طالما انا واثق خلاص من اللي انا عملته خلاص ممكن اقول له ده حصل 1 2 3 ان انا من باب ان انا بحكي، وفي مواقف تانية انا متردد اعمل 1 2 3 او مستشير، بتحصل كتير طبعا. حصل انك شتمت حد قبل كده وانت سايق؟ ما بقول لك كنت بقى، دلوقتي بقيت لا خلاص ابدا، مستحيل مستحيل مهما مستحيل حصل. مستحيل حتى لو كان دخل فيك؟ لا لا مستحيل. انا اول ما جيت العربيه بتاعتي كانت لسه جديده، راجل كبير دخل فيها كده في شارع نصر، مدينه نصر، دخل فيها كده، عايز اقول لك هو كان معاه عربيه قديمه اللي بيبقى فيها حديده كده من ورا، فبص لقيت الحديده عنده وقعت، فما بالك لما الحديده عنده وقعت يبقى عامل في عربيتي ايه؟ فبقيت نازل حاطط ايدي على عربيتي، كانت جديده، فنازل حاطط ايدي على دماغي اللي هو قلت خلاص ايه العربيه باظت، العربيه باظت، فنزلت لقيته راجل كبير، قلت له طب يا حاج هقول لك ايه؟ قال لي انا قلت له خلاص مع السلامه، اصل هقول لك ايه؟ فاهم قصدي؟ واحد مثلا يعني معايا مثلا معهوش الامكانيه، بيبقى باين مثلا سواق تاكسي خبطك حك فيك غصب عنه، هتنزل هتقول له ايه؟ تعالى وهات تعويض، خلاص ما هو ما يقصدش، فاهم قصدي ايه؟ وطبعا بتفرق واحد عن التاني، وبتفرق على حسب برضه انت مودك ايه ساعتها، فاهم قصدي ايه؟ يعني انا مثلا في حد على يعني في حته يعني من اللي هم اللي بيبقوا واقفين في الشارع بيشحتوا كده يعني، فدايما بساعده على قد ما بقدر، ففي في يوم من قريب ده وكنت صايم بقى يعني في رمضان، فجالي قال لي مش عارف كذا كذا، قلت له اقسم بالله المحفظه ما فيهاش فلوس، معيش فلوس يعني لسه ما سحبتش، معيش فلوس يعني لازم البيت، معيش فلوس. فقال لي وشع، قلت له والله العظيم ما معايا، ده كل اللي انا قلته له. فيقوم ماشي يقوم لف وشاتمني، طب ليه؟ ما انا على طول كويس معاك، فاهم قصدي؟ هل عشان مره او مرتين عملت كذا تقوم شاتمني؟ انا بصي ده بقى ساعتها بقى عصبني، لان ما تبقاش كده، وفي الاخر لما حد يعمل معاك موقف عكس ده مش هقول لك تنساه، احنا كده مش صحاب، بس في نفس الوقت ايه عيب الحركه. هو نفس الشخص؟ هو نفس هو انا عارفه كويس وهو عارفني، لان هو دايما هو قريب من النادي وعارف اللعيبه كلها، فبيستنى دايما اللعيبه، فاهمه؟ فجيت في الاخر اللي هو طب ايه، بقيت بقى بعدها عارفه انت عمال عدي خلاص بقى هعمل لك ايه، وقعدت ازعق له ساعتها وبتاع، ويعني اعتقد انا يعني كنت مش اكيد كنت ممكن اشتمه لو ما كنتش صايم، ده السبب الوحيد كان ممكن يخليه ما اشتموش، غير كده ما اعتقدش يعني. بس انا الحمد لله مسكت نفسي وعدت يعني بس. الحمد لله. حصل انك شديت مع حد ورحت سايبه وماشي من غير ما تقول ولا كلمه؟ لا دي كتير. إيه هو بيتعصب زياده، ما بتكملش حوارك، بتقوم وتسيبه وتمشي. عادي جدا، ما انت لازم تبقى هادي، فاهم قصدي؟ هو كان مش هدوء. لا ليه انت سبته ومشيت؟ طب ما ده هدوء، انت قفلت كده حوار، انت ما قعدتش اتكلمت وحليت معاه. انت كده حد اعرفه ولا حد كده في الشارع مثلا؟ لا حد تعرفه. حد تعرفه بتحصل برضه الصراحه يعني، اكدب. ايوه عادي، بس مش هقوم امشي واسيبه يعني. لا يعني انا قصدي تقوم تقفل الموضوع من نفسك، اللي هو الموضوع خلاص خلص واقوم قايم وماشي. لا ما اعتقدش. لا انا فاكر اللي هو حد كده بنتناقش، فانا شايف ان الدنيا مشحونه قوي، فالاحسن ان انا اسكت عشان خاطر. لا مش ده اللي انت قصدك عليه. لا لا ان انا اسيب حد واقوم وامشي دي لا مستحيل، لازم تدي له احترام ولازم تسمع منه، طالما فيس تو فيس لازم اسمع منه، حتى لو بيجي عليك بالكلام تسمع منه وتشوف سواء غلطان او مش غلطان نتعاتب براحتنا، لكن انا اقوم وامشي اسيبك دي اعتقد ان فيها قله ذوق يعني. حصل انك عملت موقف وندمت عليه وتمنيت يرجع تاني الوقت عشان تصلحه؟ بتحصل لنا كلنا وكلنا بنندم، بس انا الحمد لله برضو بقيت احاول ما ندمش يعني، بقول لك زي ما كنت كذا وما بقتش كذا كنت كذا، في حاجات بالتمرين بتيجي، فاهمه؟ اللي هو خلاص انت عملت كده خلاص، هو تفكيرك كان ساعتها كده يعني، مثلا ممكن تقول لي موقف اقول لك تاني اللي انا طلعت اتكلمت قلت واحد اللي انت قلته في لقاء، فاهمه؟ ان انا طلعت قلت واحد لا ما كانش صح ان انا اقول، تقعد تحسب لها بعدها، بس انت خدت القرار فخلاص، فاهمه قصدي؟ خلاص اتحمل نتيجته، كل واحد بيعمل حاجه غلط بيتحمل نتيجتها، فانا لو عملت حاجه غلط وحتى لو انا مش قصدي انها تبقى غلط اديك اتعلمت منها، بس ما تندمش تتعلم منها، فاهمه الفرق؟ اللي هو انا مش عايز ابقى ندمان عشان ما اضايقش نفسي. بس مفيش حاجه بعينها انت فاكرها انه يا سلام لو رجع بيا الوقت هغيرها على طول؟ لا ما اعتقدش يعني، ما فيش حاجه. الحمد لله. حصل انك كنت موجود في مكان وعايز تقوم تمشي بس انت متقدر ومش عارف؟ طبعا قاعد بس ساعتها بقى كنت بلجأ لحل، واعتقد كلنا كنا بنلجأ له يعني تقريبا. كلمني دلوقتي. يا امي طلع كده الواتساب وبعت لماما مش عارف كلميني دلوقتي وليه روح، فايوه انا جاي اهو قايم على طول وماشي. دي كانت بتحصل بتحصل لما القعده ما تبقاش لذيذه او كده، بتحصل كتير بتصرف كده على طول. وفي بقى بقول لك صحابي اللي انا بقول لك عليهم دول بتبقى الكيمستري بينا عاليه، فاللي هو انا قاعد القعده مش حلوه، فانا قاعد اهو وانت قاعده هنا باصص له كده، فبص له فيلا لو مثلا هم اصحابه مثلا مش صحابي او العكس، او صحابي مش صحابه، فاهمه؟ فيجي مثلا الدنيا تبقى ممله او كده فيقوم باصص لي فبفهم، او ابص له فيفهم، فطب يلا يا جماعه احنا عندنا مشوار كذا 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 وبتاع، جالنا مشوار حالا دلوقتي. بتحصل كتير طبعا. طيب حصل ان حد من صحابك بتوع المدرسه
اللي كانوا اكيد اعداء النجاح ودول اكيد كتير وبنقابلهم. لا والله اصحاب المدرسه ناس كويسه يعني، بس مفيش حد كده كان بيكرهك او كان في المدرسه، ولا بره عامه؟ خليني اقول لك في المدرسه وهنتكلم على بره برضو، بس يعني حد كان شايف انك يعني مش هتوصل لحاجه، واللي هم عارف انت اعداء النجاح دول، وبعد ما وصلت كلمك وقال لك مبروك او انا فرحان بيك او انا فخور بيك؟ لا ما اعتقدش الصراحه. اصل انا اصلا في المدرسه انا برضو كان ليا يعني ليا الدفعه بتاعتي وكل حاجه، بس على اخر كام سنه العلاقه بينا ما كانتش كويسه، مش كويسه، ما كانتش قريبه قوي، لان انا كان دايما ظروف النادي والمعسكرات والسفر، فما كنتش موجود في المدرسه اصلا دايما، فما كنا في كل فين وفين بنتقابل، ولغايه دلوقتي كل فين وفين بنتقابل، فما اعتقدش ان في حد كان بيتمنى لي ان انا ما انجحش او كده. لا ما اعتقدش. ما فيش. لا لا في المدرسه ما اعتقدش. دي حاجه جميله والله، ده كلنا لينا اعداء نجاح في المدرسه. لا لا في المدرسه ما اعتقدش. لا اصلا ما كنتش في يعني ما كنتش مشاغب، فاهم حاجه؟ ولا مثلا جالي استدعاء قبل كده، جالي استدعاء مره عملت حاجه كده يعني ممكن اكون ندمان عليها، بس كنت عيل صغير. طب لا يعني. عايزين نعرفها، قولها. مش لازم إيه؟ والله مش لازم، فاهمه؟ عملت انت شكلك كنت ضد. لا والله العظيم خالص، انا اصلا كنت ايه، كنت هادي جدا وراسي، واتكلم لك لو عندك مشكله، انا من صغري كده، فانا بحب انا عامه الحاجات دي، لما حد كمان يجي بيكبرك رغم ايا كان سنك ايه بيستشيرك، انا بحب بقدرك جدا، فاهم؟ ان انت جيت لي انا، فبس دي عارف انت كنت بقى عيل صغير بتفرج على مصارعه وبتاع، فتاني يوم بقى خلاص بقى تعالى هجرب الفينش ده فيك كده، فاهمه؟ فجربت الفينش فيه، ففتحت له هنا ثلاث غرز، هو كان اصغر مني بسنه، شوف انا كنت يعني صغير، هو كان اصغر بقى كمان، فبجرب كده، قلت له تعالى كده، اما لسه شايف فينش كده امبارح تعالى، وانا كنت قد كده اصلا مش عارف ازاي يعني الجراه جابتني، وهو كان مطيع الصراحه، رحت فاتح له ثلاث غرز إيه؟ والمشكله هو ما اتكلمش يعني، هو ما فتحش بقه، اتخبطت زي اللوم وقعت، اخوه هو اللي قال لك ده هو اصل مصطفى كان بيجرب فيه فينش مصارعه وبتاع. تاني يوم بقى استدعى، بس رحت جايب له بقى ورد وبتاع، وصرحت في الطابور، اتفضحت في الطابور كله، وطالع مصالحه في اللي عارفه انت الاذاعه بتبقى الصبح، انا بقى طالع بالورد وجايبه جنبي وبصالحه في المايك، بس ما اترفدتش ولا مره الحمد لله. حصل انك كنت معجب ببنت وحاولت تكلمها وهي احرجتك؟ ايه حصلت. كتير ولا ايه؟ لا مش كتير بس حصلت. حصلت يعني عادي، فاهمه اللي هو امتى فاكر؟ لا مش فاكر، بس لا فاكر قريب. قريب كمان؟ مش قريب قوي بس من فتره يعني، بس حصلت. حصلت عادي يعني. عادي؟ ما حصلش نصيب عادي يعني، كرفت لي يعني مش مشكله. بس يعني بتتضايق وكده وبتقعد بقى تقول ليه يعني وكده، ولا خلاص عادي؟ لا مش للدرجه دي. لا انا اصلا بقول لك صباح الفل. صباح. لا بجد والله في الحاجات دي كمان بالذات انا يعني ولا مرتبط ولا حاجه، فعادي سيبها ماشيه بظروفها كده لغايه ما تيجي بقى نصيبها. فقصة ان انا اتضايق او ان انا لا صعب وانا بعدي اصلا الحمد لله بسرعه يعني. طب حصل انك عملت مصيبه وكنت خايف من رد فعل كابتن احمد شوبير؟ حصلت. حصلت كذا مره يعني. كذا مصيبه؟ مش كذا مصيبه بس عادي. مصيبه كارثه. لا مش فاكر برضو حاجه بعينها، بس مثلا هو مثلا بيتضايق من التاخير جدا، ان انت تتاخر بره البيت من زمان، متضايق من التاخير جدا، فمثلا لو عارفه انت لما مثلا كلمني يلا يا ابني مش عارف ايه ماشي، وانا مثلا قاعد مع اصحابي فارجع برده متاخر، فبقى راجع عارفه انت شايل هم ايه، هيقول لك ايه الكلمتين بقى اللي اخد بقى يعني. جت فتره انا خلاص انا مثلا بتاخر، انا عارفه انت لما بيبقاش عندي تمرين او كده، او التمرين مثلا متاخر بحب اتاخر، لان بيبقى دايما معسكرات، فتحسي بيبقى فيه مود زهق، فلازم تخرج منه بسرعه، فببقى راجع عارفه انت شايل هم الكلمتين، غير احنا عندنا مثلا باب الشقه من هنا وباب الشقه من هنا، فساعات خلاص لو دخلت لقيته اقوم داخل ايه من باب الشقه الناحيه الثانيه، اقعد شويه لغايه ما يفهم ان انا جيت سمع الباب يهدى، اقوم داخل، او من داخل مثلا حاطط التليفون على ودني واقوم ايه ماشي، يقعد يناديني اقول له هخلص واجي لك، اقوم داخل قافل على نفس الاوضه وخلاص، عشان ما نقعدش بقى ايه ناخد وندي يعني.